السلام عليكم يا ابو، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين يا احلى واغلى متابعين. لا تنسون تشتركون بالقناه وتشقون بلايك وتفعلون جرس الاشعارات حتى يصلكم كل جديد. حاليا نروح نجيب صمون ونضرب الريوق ونطلع. وين ابويانا؟ كنت تعرفون وين اليوم؟ بغداد طالعه بعدها بترابها، يعني كلش جديده. صمون هسه ازرع نظري وين نروح؟ دقوا يا انا، شعلكم شغل عمل على الشركات هسه واقفه وما عندكم مجال. اشترك بالقناه، ما بغى شيء، نصل 20,000 ان شاء الله ومستمرين نحو الافضل. هذا يوم جمعه، نصل على محمد، صل على محمد. طبعا ليش ما اريد اقول لكم انا وين راح اروح بدايه البلوج؟ لان ما تعرف ايش راح يصير. بالبدايه كنت ناوي نروح الشارع المتنبي نفتر وللشورجة للباب المعظم، بعدين موعد بغيار وجينا لصلاح الدين. شعدنا والله معزومين على غد الغد، هنا صلينا صلاه الظهر وحاليا راح اروح يمي وبحلق وارجع بغداد. بس راح اروح خبرتي هاو قال لي تعال لي، فراح اروح احلق ونطلع بغداد. جيب حلاق على قد فلوسك. علي يا رجال بغداد وهشيل الفاكسي. هاريو انا عبد امنا البلاي ما شاء الله مغبط من فاكر وين ظلنا سنه. ما احد شو احد ما احد شو احسن. يلا تعالوا يلا. العطلات نص عيال والله العظيم. يلا يلا يا ابتسم ابتسم يا ولد الصوره. ترى فيديو انا مسكر الماشي. اكثر اثنين زواحف. والله اخلاق 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 الشرفك. ترى اسرارك كلها هنا، كلها خليني ساكت. احمد اعرفك شنو بطنك. احمد اعرفك واعرف ربك. والله دراسة انت شريف يعني؟ والله اشرف اشرف من ليلى علوي. السلام عليكم يا شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين. طبعا علينا احنا بقسم الاسنان نسوي اسناننا يعني شويه تبيض تنظيف شو اسمه؟ واحده من عندهن ابو ويانا. صباح الخير يابا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين. طبعا هذا اليوم الثاني لنا بالدوام. اليوم الاول وين؟ البارحة كان شوي درجات وهاي ونفسيتنا تعبيتي نفسانة ما قدرت اتصور. تبعانة تبعانة اليوم تضرب قريبا اكو سفرة. والله موقف الاربعاء اكو سفرة، الثلاثاء اكو حفلة مال المرحلة الاولى، والخميس عندي عرس اسبوع مزدحم كلش. شو تقول احمد؟ شنو رايك بشعورك وانت صديقي يعني؟ مو انا انت. والله احلى شعور يعني واحد يشمك يعني وصادق واحد مقدمنا. يلا يلا شو اسوي معه؟ ما قول قول من قله الخيل شدوا على 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 كلاب الصروج. ابغي انا يا ولد روح محمد قاسم ينتظرنا بالكليه. هذه قاعده من الصبح تغسل بالشارع خبز. هاي شنو قال؟ شغله مساعدات؟ تنزل مساعدات. ما تنجح مع محمد قاسم. يلا يلا انتظركم هنا يلا. طبعا حاليا طالعين من الجامعه، خلصنا المحاضرات ورايحين للكوفي. عياد انتظرنا هناك، محمد قاسم جاي ورانا وهذا احمد بالصف بده يمشي وانا ميت من الجوع. رايق وين طريق؟ احمد اواريو ما يعرفون يصورون ذولا، يصورون عرض الناس والله. عيب 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 عيب. كل واحد شطوله ايش عرضه؟ عيب ولا عيب. حاليا قاعدين ننتظر الطلب، صار ساعه متى من اصلا لو راح بالبيت ماكل وجاي من اسرع.
هذول العطلات. واخر ايدك ما شاء الله عليك عم الحميد. ايش كفرك يصير يا ول؟ هذا انت يا ول عوف عوف يا ابا والله القران افضحك يا ابا محمد حميد. خلاك شوي الله وجعاه الله شنو والله والله منضوقه كم والله غريب ما بطريق يا ابا اذا زاد انطيك يلا ماشي ليش حرام تذبح الا كلاب انطيك من عدن والله ولا نشتهي الله شاهد ايش قوه جبرون والله جبرون قوه ناكل هالولد من صفك ما عرفتنا شرفنا حياك الله عملنا بلاي جيم جيمين خسر احمد اسحلك اليوم اسحل اهل التحجي اسحلك اليوم انتظروا التاكسي بس تاكسي ما فيه تعال والله تعال حاليا على جزء السفارات هذا السريع مع البياع وعملنا جامعتي الناس دايحه صباح الخير شلونكم عيني شلون صحتكم ان شاء الله متاعين هذا اليوم الثالث بهذا البلوج او الرابع يوم صراحه الدين بس ما محسوب 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 اليوم الرابع والاخير وراح نضرب لنا فره وين ما نجي طبعا راح نجي حتى نروح الجامعه وقلت ما ادري لا ادري وي انا عن جي احمد ما لحقت اصوره هسه احنا بدايه شنو الدخول فله لا 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 غلس غلس هاو ار يو حبيبي روح موت عربي السلام عليكم انا شلونك ابن عمي شلونك تاج راسي شلونك على جواد ايش طالع اليوم عمي عريس صدق والله عريس والله العظيم ما انا والله شفتك انا قلت لا لا مو لازم اول رايد يعني على الوكبه مالتك والهذي لا لا طبعا القسم ما ابي بس انا واحمد المحاضره بالعشرة اليوم جايين ب 8:30 شعلنا والله ناس دايحة لقينا محمد قاسم محمد قاسم محمد قاسم شفناه راح هنا بنات يا ما نقدر نصور اي لا لا والله دا صور والله والله المالية دائما كفخ بكم والله فكرة هذا الله شاهد هذا عار الآن بارد اعطيني بس في يوم أنا ظلم عيشكم أنا هاك يلا تفحن طبعا حاليا جا نصور فيديو حتى ننزله على انستا واستلمنا درجات الحمد لله كلنا ناشئين بس ماده واحده ناقصين بيها ما راسبين وانه يعني درجاتنا شويه ضعيفه وحاليا قاعدين ننتظر محمد قاسم داخل محاضره يكمل حتى نروح وين نضحك ابتسم خلي وجهك بشوش راح نصور فيديو على انستا ننزله قوي ما ادري تسمعوني اشتركوا لنا بالقناه و هذا المايك؟ بس خليه ما بين يلا يلا صور يلا كواليس لو حجز يحرج والحير جننت محمد قاسم صار 1000 دينار ما يتحاشى اليوم عند زون نسوي تحليل هذا اللي صار من الصبح ينظر بوري زين هو مريض جاي 10 ليه شنو حامل احنا حامل وما ندري بيك نانا بنقر ضربنا هناك جاي يضربون بريان ومحمد قاسم وربعه محمد قاسم بدأنا ندور نلعب بلاي ونروح للهاوس مرحبا يا ابو شلونكم شلون صحتكم ان شاء الله مرتاحين نرجع نكمل فلوجنا مال ما ادري ايش يسمونه طبعا كانت اكو حفله اليوم بس ما رحت ليش والله ما اعرف بس شو مالي واحس دعوني قالوا مش انا قلت لهم لا ما اروح لسه خارج الكليه فما رحت على الحفله فان شاء الله باكر عندنا طلعه اكو هم سفره جامعيه بس يمكن ما راح اروح لان الجزيره السياحيه رايح لها عندي يعني لها فلوق تقدرون تشوفونه بالقناه
طبعا هسه طالع للسوق رايد لي كم شغله محتاجهم لان معزوم على عرس يوم الخميس. طبعا هو مو عرس واحد, هو لا هو عرسين بعرس واحد يعني اخوة اثنين من زوجين بيوم واحد. اسف على الانقطاع, سبب الظروف يعني ما شو مالي واحس باي شيء. فعلى العموم اخويانا انتظرونا بلوج جديد قريبا, مع السلام عليكم. وش المرات ينتظرون بس اضعف يعرفون بس شلون لو حكيت ويبين على عيون.